كثير من الناس يتجاوز في صلاة الجنازة فيقوم بجوار الإمام، هل يشترط لها ما يشترط للمكتوبة من جهة تسوية الصفوف؟ الأفضل تسوية الصفوف، لكن لا يلزم تتميم الصفوف، فإن السلف يجزئون الموجودين إلى ثلاثة صفوف في كثير من الأحيان، وأقوالهم تنصب على أنه لا يجب إتمام الصف الأول ثم الذي يليه.